Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Mukaroma dari NIS 1 Karangasem. Saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 148 sampai dengan 150. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Selamat ulang tahun MTS Miftahul Ulum Denpasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.